مناسبة رمضان نظمت جمعية الآباء أولياء تلاميذ مدرسة إحسان إعدادية إحسان 3 بشراكة مع إدارة المؤسسة مشكورة الدوري الأول لكرة القدم المصغرة بمشاركة تلاميذ السنة التاسعة والسنة الثامنة. وهذا الدوري ما هو إلا حافز للتلميذات باش يقراو وباش يملؤوا الأوقات ديالهم. منكم أن هذه الرياضة اللي دارت جمعية الآباء أنها تكون هي حافز أنكم تقراو مزيان. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.